بعث أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم هو مشروع الرئيس الأمريكي الذي أطلقه في هونولولو خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، المنطقة التي دعتها الولايات المتحدة إلى إنقاذ النمو الاقتصادي العالمي. الولايات المتحدة قالت إنها سئمت من الممارسات الصينية فيما تعلق بالتجارة والعملة. المشكلة هي أنه لديكم عدد من المنتجين المصدرين في الصين يحبون النظام الحالي كما هو، وأي تغيير سيكون صعبا بالنسبة إليهم سياسيا، ولكن الولايات المتحدة ودول أخرى يشعرون بأن الأمر قد تجاوز الحدود، وتريد الولايات المتحدة أن تخفض الصين من فائضها التجاري وترفع من قيمة عملتها اليوان بشكل أسرع. وتأتي مواقف أوباما فيما يسعى الزعماء في القمة إلى تشكيل جبهة موحدة لدعم اقتصادياتهم وخفض الحواجز الجمركية في محاولة لتجنب أي انهيار جراء أزمة الديون الأوروبية.